اصورها يعني. فكنت بخاف جدا من الكاميرا، مع التعود طبعا خلاص الكاميرا دي بقى بيتي، ال سي بقى بيتي او اي قناه اخرى فاضله هي بعتبرها بتكلم بالظبط مع اسرتي يعني. فده بيجي يعني مع الخبره. بالنسبه للقلق اللي بيخليك انت مش قادر تنزل الشارع، القلق اللي بيخليك مش قادر تروح شغلك ولا تروح مدرستك او كليتك، القلق اللي مأثر على حياتك بصوره عامه دوت، ده محتاج علاج نفسي. اعراض القلق ايه؟ طبعا القلق في عندنا قلق عام لو خايف من كل حاجه، في عندنا واحد بيخاف من المواقف الاجتماعيه بنسميها السوشيال فوبيا او الرهاب الاجتماعي، في واحد بيجي له نوبات الهلع اللي هي بانيك ديس اوردر. دي النوبات الهلع بتتسم بايه بقى؟ احنا قلنا ثلاث انواع وفي انواع ثانيه يعني، بس باختصار عشان وقت الحلقه مش كبير قوي هنقول بسرعه جدا المفيد المختصر والمبسط جدا يعني، عشان نطلع من الحلقه بمعلومات تفيدنا في حياتنا، وخصوصا الموضوع لم يثار اعلاميا انا مش عارف السبب حقيقي يعني، لكن هو طبعا الخوف في حياتنا كلنا، انا نفسي بخاف وانت بتخاف ومحمد بيخاف مصطفى وحسنين وجرجس وكله الناس بتخاف، ده خوف شيء طبيعي، حاجه بشريه طبيعيه. بس ان زاد عن حدها وصلت لمرحله زي اللي قلنا دلوقتي، واحد بيروح مثلا يلقي كلمه في المحاضر استاذ جامعه يعني بيصبر كده، فمش قادر يواجه الطلبه، مش قادر ينزل من بيته. المواقف الاجتماعيه زي ان هو يكون معزوم في مكان بيخاف ياكل قدام الناس لحسن ياكل بشكل او يرجع قدامهم يعني. ده مرض الخوف من الاداء الناس يعني. في ناس قالت بقى اللي هي ازاي انا اعالج نوبات الموت، انا مسميها كده عشان منشيت يعني او اتحط على السوشيال ميديا. نوبات الموت دي يا جماعه، الهلع الواحد عنده الام في الصدر وعنده ضربات قلب سريعه جدا، بيبقى حاسس انه هيموت خلاص. النفس دي بيبتدي ان هو يحس انه هيفقد السيطره على نفسه وان هو خلاص هيموت، ده نوبات الهلع. فطبعا الموضوع ده بما ان هو في قلب وضربات قلب سريعه والام في الصدر بيهمين للطوارئ او بيروح لطبيب القلب، يفضل يلف على اطباء القلب ويعمل طبعا الاي سي جي او الاي كي جي او رسم القلب يطلع طبيعي. ففي الاخر يطلع اهلا بيكي يا هاله، مساء الفل عليك. اتفضلي حضرتك. الو الو، ازيك يا هاله؟ تمام يا دكتور. سامعك استاذه هاله، اهلا بيكي في البرنامج، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بس عندي مشكله نفسيه بقالي شهر وما رحتش لدكتور نفساني، بس انا بروح لدكتور عيون لان انا جالي جلطه في عيني بسبب حوار نفسي. جالك جلطه في عينك؟ بسبب حوار نفسي. بسبب ضغوط نفسيه يعني، اوكي. فانا مش عارفه اعمل ايه، حتى يعني باخد مهدئات برضه مش نافعاني خالص. فالدكاتره قالوا لو الحاله دي تمتها معاكي كتير، الحاله النفسيه اللي انت بتفكري فيها كتير، هيجي لك جلطه ثانيه. فانا مش عارفه بقى اعمل ايه، اروح لدكتور نفسي فعلا ولا يعني اعالج نفسي بنفسي، احاول انسى الموضوع من اوله لاخره يعني. هو طبعا الموضوع مش هينفع طبعا نقول على الهواء، لان طبعا اكيد في حاجات خاصه يعني. فانا بدعو حضرتك لو جاتي في زهراء المعادي عشان نقعد نتكلم في الموضوع كاملا، لان طبعا انت بيحصل لي حاجات غريبه اليومين دول. اتفضلي. انا بقى بتهيألي حاجات كتير وبتهيألي الناس في ناس معايا في الاوضه.